ايه رأيكم بقى في دي؟ صيف وصل يا جماعة. النهاردة طبعا كان حر جدا، فجبنا لكم اللبس الصيفي. الناس اللي بدور على المقاسات الكبيرة دي، هي مقاسها ميديم، بس يعني كبيرة، اعتقد تلبس مثلا 75 80. الشغل اللي عليها ده تطريز جميل، عامل زي الإيتامين كده، مبطنة، كم بتاعها واسع. الخامة بتاعها زي الفسكوز كده، قطن على فسكوز، اللي هو أصلا كده كده متكرمش، فهو ايه يعني مش هيتعبك في المكوة. وكم عليه تطريز برضو، وعلى الكتف والكول 7. البطانة على الجزء الصدر والظهر بس، مش على الأكمام. يعني هتشف حاجة بسيطة قوي، يعني مش للدرجة، يعني ممكن تتلبس كده عادي يعني لوحدها، طالما هي مبطنة زي ما انتوا شايفين. والشغل عليها برضو في من الظهر، يعني عجبتني جدا بصراحة، يعني لطيفة وظريفة للصيف. والناس اللي كانت دايما تسألني على عايزين مقاسات كبيرة، عايزين مقاسات كبيرة، هنحاول نوفر لكم مقاسات كبيرة ان شاء الله. مكملين؟